نذهب إلى الأطراف الدولية الأخرى لنرصد ردود الأفعال. نذهب إلى لندن والزميل عمر بشير. عمر، بريطانيا لماذا اعتبرت الخطاب، خطاب الرئيس بوتين اليوم، خطابا مقلقا؟ نعم، هذا ما جاء من وزارة الخارجية البريطانية وتحديدا من وزيرة الدولة في الخارجية البريطانية جوليان كيغان، التي قالت إن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مقلقة ويجب أن تؤخذ على محمل الجد، والحديث ليس عن موضوع الاستفتاءات التي تخطط موسكو للقيام بها في الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا حاليا، ولكن الحديث عن التلميح والحديث عن استخدام أسلحة الدمار الشامل. كل هذه التصريحات تحت بند الأسلحة النووية أو الأسلحة الدمار الشامل هو ما جعل بريطانيا تشعر بالقلق من هذه النقطة الروسية، وتراه بريطانيا تراجعا روسيا من شخص الرئيس فلاديمير بوتين بتأكيداته السابقة قبيل الحرب بأن الأمور المتصاعدة مع أوكرانيا لن تشهد استخدام أسلحة نووية آنذاك، ولكن اليوم الحديث أصبح مختلفا، وهذا ما تراه بريطانيا مقلق، لأن هذه الأسلحة وبالها كبير على جميع الأطراف. ولكن أيضا بريطانيا وفق وزارة الدفاع حاليا لا ترى أن هذه التصريحات تتعدى الدعاية والتهديد فقط، ويبقى الاستخدام الفعل على الأرض بعيد جدا، هذا ما تراه وزارة الدفاع، بينما الخارجية تعتبر أن هذه التصريحات مقلقة. أيضا وزارة الخارجية البريطانية وعلى لسان وزيرة الدولة جوليان كيغان قالت أن الروس فقدوا منذ بدء هذه المعركة في أوكرانيا حوالي 55,000 جندي روسي، بينما موسكو تقول أن العدد أقل من 6,000 جندي بقليل، وبالتالي هناك فجوة كبيرة بين الأرقام البريطانية حول الخسائر الروسية وبين الإعلان الروسي حول حجم الخسائر الروسية في هذه المعركة. بالرد البريطاني على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول التعبئة الجزئية، تحدث اليوم وزير الدفاع البريطاني بن ولس قال إن إعلان بوتين التعبئة الجزئية هو إعلان صريح بالفشل في الغزو الروسي لأوكرانيا على حد بتعبيره ووصفه، مضيفا أن الإعلانات المتكررة والدعاية التي تقوم بها موسكو والتهديدات أيضا، كل هذه النقاط مؤشر واضح وجلي على أن القوات الأوكرانية تربح هذه المعركة في أوكرانيا، داعيا روسيا إلى التوقف وفتح الطرق الدبلوماسية لإنهاء هذه الأزمة، باعتبار أن القيادة السيئة لبوتين ووزير دفاعه والتخطيط السيء من قبل بوتين ووزير دفاعه نقل عشرات آلاف أو قاد عشرات آلاف الروس إلى الموت في أوكرانيا بناء على الحرب المستمرة، مؤكدا أن كل ما يحصل الآن يجدد تأكيد ودعم التحالف وبريطانيا والحلفاء لأوكرانيا، وأن الدعم سيتواصل وسوف يتضاعف، وهذا أيضا يؤكد أن موسكو حاليا باتت منبودة منعزلة عن المجتمع الدولي. في السياق أيضا قالت بريطانيا أن هناك قمة سوف تعقد للقادة أو اجتماع للقادة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الرد الدولي على التصريحات الروسية بالتعبئة الجزئية والتلميح باستخدام أسلحة الدمار الشامل. نعم، إذن كان هذا هو رد الفعل البريطاني على قرارات الرئيس الروسي بوتين. نحاول أن نتعرف أيضا على ردود الأفعال في فرنسا مع ماريا مصارع في العاصمة باريس. إليك ماريا. نعم حسين، يعني لم يصدر بعد رد رسمي من الإليزي بخصوص قضية أو جزئية التعبئة الجزئية التي أعلنها الرئيس بوتين، ولكن يعني الرئيس الفرنسي في كلمته التي خاطب بها الجمعية العامة للأمم المتحدة ركز على عدة نقاط، وكان لديه تعليق أيضا على قضية يعني رغبة موسكو في إجراء استفتاء في المناطق التي تسيطر عليها في أوكرانيا، اعتبر بأن
بأن هذا الأمر هو سخرية وتهكم، وخاصة وأن هذه المناطق سيطرت عليها موسكو بالقوة العسكرية وهي تشهد حرب وتشهد قصف مستمر. وبالتالي هذا الاستفتاء من وجهة نظر الرئيس الفرنسي لن يكون شرعيا أو قانونيا، ولن يعترف به المجتمع الدولي، فرنسا والاتحاد الأوروبي أيضا، التي كانت يعني هناك العديد من التصريحات بخصوص هذا الرفض من الجانب الأوروبي. قضية التعبئة الجزئية ينظر إليها فرنسيا على الأقل بأنها محاولة للتغطية على فشل عسكري من خلال خسارة موسكو للعديد من المدن مؤخرا، وتقدم القوات الأوكرانية واستعادتها لعدة بلدات ومناطق. وهذا الأمر ترى فرنسا بأنه نوع من محاولة إدخال الاحتياط أيضا من الجيش في التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، وهو إعلان فشل كما ترى. هناك أيضا قضايا عديدة تحدث عنها الرئيس الفرنسي مرتبطة بهذا السياق، وقال بأن استمرار هذه الأزمة لن يؤثر فقط على أوروبا، ولكنه سيؤثر على العالم بشكل عام. وهو حذر أيضا موسكو وقال بأن بلاده ستستمر في مواصلة أوكرانيا ودعمها سياسيا وعسكريا، وأن هذه الحرب ستكون تكلفتها يعني طويلة زمنيا وأيضا كبيرة اقتصاديا على الجميع. الجانب الفرنسي ركز أيضا صباح هذا اليوم من خلال اجتماع الرئيس إيمانويل ماكرون مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، وركز على ضرورة تحييد منطقة زابوريجيا والمحطة النووية هناك عن أي صراعات أو قصف أو تهم متبادلة ما بين كييف وموسكو، وأن هذه المسألة أيضا تخرج عن سياق حرب بين أوكرانيا وروسيا إلى تأثير على أوروبا وعلى مناطق عديدة، خاصة وأنها خطيرة ويوجد فيها ستة مفاعلات نووية قد تغير من المشهد العسكري كليا. قضايا عديدة أيضا تحدث عنها، منها قضية الأمن الغذائي، ووعد بأنه سيشكل ضغطا ودورا إيجابيا في تحييد أيضا الأمن الغذائي عن الصراع الروسي الأوكراني. ولكن النقطة الخطيرة واللافتة في آخر التصريحات والتصعيدات الكلامية هي أن وزير الدفاع الروسي قال بأن هذه الحرب التي تخوضها موسكو ليست فقط يعني ضد الجانب الأوكراني أو لاستعادة أراضي أو إلى ذلك، وإنما هي في مواجهة المجتمع الغربي، في حين أن الرئيس الفرنسي يوم أمس في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة قال بأن أوروبا رفضت الدخول في حرب مباشرة مع موسكو، وأنها تدعم أوكرانيا فقط من أجل الحفاظ على سيادة أراضيها واستقلالها. يعني هذا التناقض يعطينا إشارات كبيرة وخطيرة إلى أن هذه الحرب سيكون أمدها طويل ومكلف لجميع الأطراف الأوروبية والعالمية أيضا. نعم، إذن كان هذا هو الموقف الفرنسي. من فرنسا نذهب إلى بروكسل والزميل سلام كيالي لمعرفة الموقف الأوروبي ككل. سلام، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي قال بين هلالين إن هذا القرار الروسي الخاص بالتعبئة العسكرية ستكون له عواقب من جانب أوروبا. هل أوضحت لنا طبيعة هذه العواقب، وهل هم أوضحوها أصلاً؟ نعم، العواقب هي القرار بمحاسبة القادة أو المسؤولين السياسيين في روسيا عن هذه الخطوة، بمعنى أنه سيكون هنالك ملاحقة قانونية، سيكون هنالك فرض عقوبات على غرار ما جرى في العام 2014 عندما فرض الاتحاد الأوروبي والشركاء الغربيين عمليا في تلك الفترة في تلك السنة بعد ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا بشكل غير قانوني ضمن استفتاء لم تعترف به لا الأمم المتحدة ولا حتى الاتحاد الأوروبي، سوى دول صديقة لروسيا فقط 4 أو 5 دول اعترفت بهذا الضم. في تلك الفترة كان هنالك فرض عقوبات على مسؤولين روس وأيضا على مسؤولين انفصاليين من أوكرانيا، من الانفصاليين الأوكرانيين الموجودين في تلك المناطق. وبالتالي هذه الخطوة اليوم التي سيبدأ بها الاتحاد الأوروبي بطبيعة الحال حسين شريطة أن لا يكون هنالك اعتراضات من بقية الدول. ما يدور الآن في الكواليس بأن جورجيا قد بدأت التلميح بأنها ستستخدم حق الفيتو في وجه أي عقوبات جديدة بدأ بالفعل الاتحاد الأوروبي بالتفكير بها، بالتفكير هذه الحزمة حزمة جديدة ثامنة من العقوبات في حال ما أقدمت روسيا على هكذا استفتاء وأعلنت الضم من طرف واحد بشكل غير قانوني. هذا هو الموقف الواضح للاتحاد الأوروبي، مساءلة قانونية دولية بين الروس، مساءلة
عقوبات لكل من تورط في إجراء هذا الاستفتاء سواء من الروس أو من الانفصاليين الأوكرانيين، علما بأن الاتحاد الأوروبي يتخوف. حسين، الفكرة الأكبر من عملية الضم هي أنه في حال اعتبرت روسيا إقليم الدنباس، الأراضي التي ستعلن فيها زاباروجيا والمناطق الأخرى التي ستعلن فيها الاستفتاء، في حال ما ضمتها، الخوف من قبل الاتحاد الأوروبي والشركاء بشكل عام هو أن تصبح هذه الأراضي باعتبار روسيا بطبيعة الحال بشكل منفرد هي أراضي روسية، وبالتالي تزيد من حجم هذه المعركة، بدل من أن تكون هي معركة حرب أو عملية تصبح مفتوحة، لأن الجيش الأوكراني سيستمر بطبيعة الحال باستهداف هذه المناطق، وبالتالي قد يكون هنالك مخاوف من الأوروبيين بأن تستخدم روسيا لأسلحة نووية محدودة أو أسلحة نووية بشكل كامل. هذا هو الخوف الأوروبي في هذه الفترة، وبالتالي كان هنالك حديث أيضا عن أن فكرة هذا الضم، الموقف الآخر حسين، فكرة هذا الضم هو لتعويض المعنوية عند الروس عن خسائر أكثر من 3 أو 4 كيلومتر مربع تمكنت القوات الأوكرانية في الفترة الماضية من استعادتها. بالتالي هنالك حديث عن عقوبات، بالتالي حديث عن خطوات استباقية أو خطوات ربما لردع روسيا في حال أقدمت على هذه الفكرة. أيضا الناتو حسين، سريعا، كان هنالك أمين عام قال بأن هذه الخطوة من قبل روسيا هي تصعيدية لا تهدف لإنهاء الحرب، وبالتالي هنالك مخاوف فعلية بأن تتسع رقعة هذه الحرب بدل من أن تكون نهايتها قريبة. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات الزميل سلام كيالي، كان معنا من بروكسل.